مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تتسم محافظة شمال الباطنة بالزخم السكاني الذي يشجع على نمو الحركة الاقتصادية وقدوم رأس المال، فهي تشكل ثاني أكثر المحافظات سكاناً بعد مسقط، والبركة عند تزاحم الأقدام، أكثر من 712,000 نسمة. ميناء صحار الصناعي وميناء شناص وقربها من الأسواق الإقليمية وارتباطها بشبكة حديثة من الممرات البرية والبحرية وجسر جوي وانتقال ثقة لنشاط تصدير واستيراد البضائع إليها، يعطي لشمال الباطنة قيمة مضافة لقدوم رأس المال المحلي والعالمي على شكل استثمارات مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل. مياه عميقة تتدفق عبرها التجارة إذن، ذات قيمة تنافسية عالمية لقربها من أسواق العالم، وجبال ممتدة غنية بالثروات المعدنية كالنحاس والكروم، وبينها سهل الباطن الخصيب الذي يشكل بوابة استثمار كبيرة. ميناء صحار قدرت استثماراته حتى الآن بحوالي 25 مليار دولار، ويقول إنه تمكن من صنع مكانة متميزة كبوابة مفضلة للشركات الصناعية واللوجستية التي تريد أن تصل إلى أسواق الخليج والهند وإيران. ويقوم الميناء حاليا بمناولة أكثر من 50 مليون طن سنويا. الميناء تمكن خلال الربع الأول من هذا العام من مناولة أكثر من 145 ألف حاوية دمطية بنسبة زيادة تقدر ب 18%، واستقبل حوالي 628 سفينة بزيادة عن المعدل الربعي السابق. في هذه المحافظة تدعم الحكومة اليوم تأسيس شركة أهلية على غرار الشركات التي قامت في مناطق الامتياز التي نجحت ووظفت ووزعت أرباحا، هي شركة شمال الباطنة الدولية للاستثمار التي طرحت للاكتتاب العام، لكن المشرفين عليها يأملون بمزيد من الإقبال على الاكتتاب في محافظة تتوفر بها سيولة نقدية كبيرة ورؤية قائمة لتعميم الفكرة على سائر المحافظات. صناعية صحار أعلنت للبرنامج أن حجم الاستثمار فيها يقترب من 2 مليار ريال عماني، ويتم تطوير المرحلة السابعة منها، وترحب بأي مستثمر. وتركيزها حاليا على الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والخدمات التخزينية، وأكدت على أنها ستوفر بحلول عام 2020 5,000 فرصة عمل للمواطنين. جمعية مزارع الباطنة بدأت في تصدير إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية، وتقول إن المياه ليست عائقاً لانطلاقة استثمار حقيقي في مجال الإنتاج الزراعي وتصنيع الغذائي، هي اليوم جزء من الحل في استثمار سهل الباطنة الخصيب، لكن عدداً كبيراً من المزارع ما زال متروكاً للوافدين، والفرص الاستثمارية في السهل كثيرة وذات عائد كبير. أرحب بكم في رؤية اقتصادية وهذه الحلقة التي تأتيكم من ميناء صحار الصناعي ضمن سلسلة من الحلقات التي يبثها البرنامج لتدعيم اقتصاد المحافظات. ويسرني الترحيب بضيوف هذه الحلقة، الشيخ ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة جمعية مزارع الباطنة، المهندس عبدالله بن أحمد المياسي مساعد المدير العام ومدير العمليات بمنطقة صحار الصناعية، الدكتور علي بن حسن اللواتي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار ورئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة، والمهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الباطنة. أرحب بالضيوف الأعزاء في هذه الحلقة التي تأتيكم من كلية عمان البحرية الدولية المحاذية لميناء صحار الصناعي. أعود إليكم بعد هذا الفاصل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في رؤية اقتصادية، ونتناول في هذه الحلقة المحافظات فرص واعدة للاستثمار وحلقة شمال الباطنة. مهندس عبد الله، أبدأ من معك مباشرة، ما هي الميزة النسبية التي تتوفر في محافظة شمال الباطنة للمستثمرين، وخاصة أن البنية الأساسية اللازمة للاستثمار في هذه المحافظة يعني شبه مكتملة إن لم نقل قد اكتملت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نشكر تلفزيون سلطنة عمان وممثل في برنامج رؤية اقتصادية على إتاحة الفرص للحديث عن المنظومة الاقتصادية في منطقة أو محافظة شمال الباطنة. الإجابة على سؤالك ما هي الميزة النسبية لشمال الباطنة؟ طبعا شمال الباطنة حاليا تتميز بوجود منظومة اقتصادية مؤهلة لجذب الاستثمارات في هذه المنطقة، وجود ميناء صحار الصناعي بمشاريعه الثقيلة، وجود منطقة حرة، بالإضافة إلى وجود منطقة صحار الصناعية، خلقت فرص كثيرة للاستثمار في جميع القطاعات. منطقة ميناء صحار الصناعي به العديد من الصناعات الثقيلة، خلقت فرص لإنشاء شركات صغيرة متوسطة في المنطقة الصناعية وكذلك في المنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود ميناء صناعي والتجاري في نفس الوقت، ونقل الميناء التجاري من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حركة الاستيراد والتصدير، حركة الاستيراد أعطت زخما إضافيا لجذب الاستثمارات في هذه المنطقة. وتكتمل المنظومة باكتمال الطريق السريع وخط سكة الحديد، وخط سكة الحديد بوجود المطار، في حاليا وجود مطار صحار، بالإضافة إلى قربها من الموانئ الإقليمية والخليجية، وكذلك قربها من دول الخليج في الاستيراد والتصدير من هذه المنطقة، وجود خدمات لوجستية متكاملة كما ذكرت، شارع مسقط السريع، شارع الباطنة الحالي، في المستقبل الشارع الساحلي، أعطت ميزة نسبية لهذه المنطقة لجذب الاستثمارات. كيف يبدو نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في شمال الباطنة في ضوء هذه الميزة النسبية وهذه المقومات من البنى الأساسية المتكاملة، منظومة متكاملة أصبحت؟ نعم الآن نعم والله الملاحظ في حجم الاستثمار في السنوات الخمس الأخيرة بدأ يتحرك كثيرا، من نلاحظ مثلا أعداد العمالة، إذا نظرت إلى عدد العمال من 2010 إلى 2016 كانت في 2010 7000 عامل في هذه في منطقة الصحار فقط، منطقة الصحار الصناعية، أصبح الآن 12 ألف عامل في المنطقة الصناعية، ناهيك عن المناطق الأخرى. عمانيون ووافدون تقصد؟ عمانيون ووافدون، نسبة العمانيين طبعا فيها في حدود 38%. في أي المواقع يشغلون العمانيون؟ في مختلف المواقع؟ في مختلف المواقع، لكن معظم العمال أو معظم العمانيين يعني في المواقع الوسطى، في الإدارات الوسطى والدنيا. هناك عمانيين يشغلون مناصب قيادية لكن ليست بالكثرة المرجوة. ما هي الأسباب طبعا برأيك؟ هل يعود لقرار الشركات أم أن المسألة مرتبطة أيضا بتطوير النظام التعليمي الذي عليه أن يقدم برامج تلبي احتياجات سوق العمل باختصار لو تكرمت؟ طبعا إذا نظرنا إلى المنظومة الصناعية في السلطنة يعني مقارنة بالدول الأخرى نجدها حديثة، يعني المنطقة الصناعية حديثة، يعني نحن حديثون على الصناعة، لذلك تجد العمانيين في المناصب القيادية قليلة، لأنها مرتبطة بنظام تعليمي، مرتبطة بتصدير الخبرة إلى السلطنة، فنجد عمانيين يتدرجون من المناصب الدنيا إلى الوسطى إلى العليا في خلال قل 40 سنة الماضية، نجد في بعض العمانيين وصلوا إلى قيادات
في الى رؤساء تنفيذيين في المواقع الاشرافيه المتوسطه والعليا. مواقع اشرافيه نعم متوسطه وقياديه. نعم دكتور علي، كيف على شمال الباطنة بمنظومتها الأساسية أن تستحضر أدوارها الاقتصادية بين قوسين التاريخية لتعظيم منافعها وعوائدها للاقتصاد الوطني كمصدر دخل مهم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منطقة شمال الباطنة محافظتنا المحافظة الآن هي تشكل إحدى رئتي الاقتصاد العماني، إذا ما قلنا بأن مسقط وسائر المحافظات الأخرى التي تشهد نهوضا اقتصاديا في هذا العهد الزاهر. لو جئنا إلى محافظة شمال الباطنة وتحديدا عدنا بالذاكرة إلى العصور القديمة، سنجد أنه البحوث الأثرية التي تمت في مناطق مختلفة من شمال الباطنة تؤكد وجود صناعات، وهذه الصناعات ليست صناعات استخراج مادة خام، وإنما هناك صناعات تحويلية. نعم، حتى البحوث الأثرية التي تتكلم عن ما بين الألف الثاني قبل الميلاد، هناك يعني مستوطنات تعدينية في الطريق الممتد بين صحار وبين المناطق الغربية من صحار إلى البريمي، ويتجه إلى أبو ظبي، ويتجه في الجهة الأخرى إلى نزوة والمناطق الداخلية. بالقرب من قلعة صحار أيضا هناك وجد مستوطنات تعدينية تفيد بأن العمانيين استخرجوا هذه المواد وهذه المعادن وحولوها إلى قيمة مضافة، وكانوا يصدرونها كمنتجات في تلك الأعصار وفي تلك الأزمنة. نعم، إنما كمنتجات يتم تصنيعها. نعم، في هذه المحافظة. نعم. ثم أضف إلى ذلك، إذا انتقلنا من الصناعة والتي هي يعني ركن أساس في تاريخ هذه المنطقة، إذا جئنا إلى التجارة في صحار كحاضرة من حواضر عمان القديمة، سنجد أن صحار استقطبت الناس وجاءوا إليها التجار من مختلف البلدان، وتجد في بيوت صحار في تلك المرحلة العمالة التي كانت تأتي من الخارج وتعمل. ثم في سوق صحار تجد أنه هناك الجنسيات المختلفة، السفن المتعددة الحجم، هذا نتكلم في العصور الإسلامية والعصور الوسطى التي كانت تأتي. عندما يتحدث الجغرافيون عن بيوتات صحار وعن الرفاه الذي كانت تنعم به هذه المدينة، منشأه التجارة. اللغات المختلفة التي كانت في هذه الأسواق التي كانت تقام، يدل على احتكاك على أشراعة الاقتصاد. نعم، والتجارة. نعم، نعم، نعم. الأسواق العربية التي كانت تقام وتجوب أنحاء الجزيرة بما يشبه المعارض اليوم التجارية التي تتنقل في أماكن مختلفة. أنا أعتقد آباءنا وأسلافنا في هذه المنطقة استثمروا هذه الميزة، ولذلك تلاحظ بأنه عندما نلاحظ ذهاب العمانيين إلى الخارج وتجارتهم مع الخارج، مع الصين، مع الهند، مع بلاد فارس، كانوا ينتقون نوع التجارة التي يتاجرون فيها مع تلك البلدان. نعم. في ضوء القراءة التاريخية دكتور، لماذا التجار الذين يفدون إلى مدينة صحار وإلى ميناء صحار تاريخيا يفضلون صحار؟ هل لأنها قريبة من الأسواق وقريبة من الدول التي تعمل في النشاط التجاري والتصديري؟ نعم. قربها عامل، الأمانة والثقة التي كانت، الشفافية الموجودة، أخلاق العماني التي تأسر الآخر بإخلاصه، بأمانته، بحسن استقباله للضيف القادم الذي يأتي من الخارج. ولذلك في العصور الوسطى وصفت صحار بأنها دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن، كانت مركزا تجاريا على مستوى العالم ولم يقتصر دورها على مستوى الإقليم. ولذلك كانت السفن تأتي من الصين إلى صحار، من الهند إلى صحار. العمانيون كانوا يركزون في السلع التي يستوردونها على نوادر السلع،
يعني البضائع التي تتطلبها قصور الخلفاء والأمراء في المناطق المجاورة في بغداد وفي غيرها من المناطق، فكانت تجارتهم نوعية وليست تجارة عادية كما ازدهرت صناعة النحاس وغيرها. بلا شك. نعم. بلا شك. طيب دكتور، اليوم شمال الباطنة وانطلاقا من صحار بمنظومتها المؤسسية الحديثة تستعيد هذا الدور الحيوي، زخم سكاني كما تتابعون أكثر من 700,000 نسمة، ميناء صناعي ومنطقة حرة ملحقة به، موقع قريب من الأسواق التصديرية كما ذكرتم، مطار عليه أن يتم تفعيله من قبل الحركة والنشاط الاقتصادي المتطور، شبكات طرق حديثة كما قلنا، سيولة محلية ضخمة، كيف على رأس المال المحلي أن يستحضر هذه الأدوار ليتعزز دخل شمال الباطنة؟ أنا أعتقد أن رأس المال المحلي يجب أن ينطلق من المسؤولية الوطنية والأخلاقية الحقيقة والاجتماعية أيضا، لأنه أنت كمستثمر محلي تعيش في هذا الوطن، ما يسرك ما يسر الوطن يسرك في النهاية وينعكس عليك، الأمن الذي تنعم به هو جزء من هذا الوطن، والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي جزء من ركيزة هذا الحراك، وبالتالي هناك مسؤولية على أصحاب رؤوس الأموال أن يستفيدوا من هذه الفرص وأن يعظموا انتفاع المواطنين بهذه الفرص من خلال استثمارهم في المشاريع المتنوعة، في مشاريع التعليم، في مشاريع السياحة، في مشاريع الزراعة، في مختلف المشاريع. كيف تجد نمو الاستثمار هنا باختصار لو تكرم دكتور حتى الآن من قبل رأس المال المحلي؟ أنا أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من الجهد، لا زال خجول. هل التسويق والترويج للفرص هو المشكلة وهذا البرنامج جزء من هذا الترويج للفرص؟ أعتقد أنه ذلك جزء من المشكلة، وهناك إحجام رأس المال المحلي وشعوره بنوع من الفرص الأفضل والأمان أكثر في مناطق أخرى، فلذلك يفضل أن يتجه إلى مجالات محددة كالعقار وغيرها من الأمور. نعم. شيخ ساعد، منذ انطلاقتكم كأول جمعية للمزارعين، كيف وجدتم فرص الاستثمار التي تتوفر في سهل الباطنة الخصيب كما يوصف، رغم أن القطاع الزراعي غير مضمن ضمن الخمسة قطاعات في الخطة الخمسية التاسعة، لكن له دلالات استراتيجية فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر، من بداية تأسيس الجمعية الزراعية لمزارعي محافظة شمال وجنوب الباطنة، نحن سعينا للترويج للاستثمار في القطاع الزراعي في هذه المحافظة، إن كان في شمال أو جنوب الباطنة. ولا شك ولا ريب، التاريخ يشهد أن هذه المحافظة هي محافظة من حيث جودة التربة وتوفر المياه وسهل الزراعة في هذه المحافظة، ويؤدي إلى الاستثمار بشكل كبير. نحن كمزارعون سعينا جاهدين أن نستثمر بكل ما لدينا من طاقات ومن إمكانيات في القطاع الزراعي في هذه المحافظة، إلا أن هذا الاستثمار ما زال بحاجة إلى دخول بعض المستثمرين الكبار، بحيث أن يعزز من استثمار الصغار كإنشاء شركات تسويقية لهذه المنتجات الزراعية وكذلك تصنيع لهذه المنتجات الزراعية. كيف تجد حماس أبناء المحافظة للاكتتاب في الشركة الوليدة، شركة شمال الباطنة الدولية التي تتأسس الآن وطرحت للاكتتاب، ولعل القطاع الزراعي واحدا من بين أهم القطاعات التي ستستثمر فيه؟ نحن نعتقد أن بحاجة إلى ترويج أكبر لهذه الشركة، وإلى توضيح لأهداف هذه الشركة، وإلى استراتيجية هذه الشركة على غرار شركات الامتياز التي قامت في مناطق الامتياز. نعم. فبالتالي إذا كان هناك وضوح في الرؤية، لا شك ولا ريب أن المجتمع يريد أن يستثمر في مثل هذه الشركات التي تعد شركات آمنة.
ولكن لابد من ترويج أكبر لهذه الشركة وتلقى دعم من الحكومة. نعم. لكن المشرفون على المشروع يقولون أن الاكتتاب حتى الآن دون الطموح، لماذا يعني ليس لا يوجد ذلك الحماس للاستثمار والدخول في مشاريع استثمارية رغم وجود سيولة محلية في المحافظة؟ فمثل ما تحدثنا أنه لابد أن نرى، نحن سمعنا عن هذه الشركة وقيل أنه سوف تمر أو من قام بتنظيم هذه العملية على كل المحافظات أو كل الولايات في المحافظة للترويج لها، ولكن نحن نعتقد أن بحاجة إلى زيادة إلى توضيح الرؤية للمستثمرين وبإذن الله. نعم. وبإذن الله تعالى سوف تكون هناك إن شاء الله إقبال على هذه الشركة. شيخ سعد، يعني بعض أصحاب الأعمال يطرحون ما يعتبرونه تحديا حقيقيا أمام الاستثمار الزراعي وهو المياه والملوحة في سهل الباطنة، إلى أي حد يعتبر هذا مقنعا من خلال تجربتكم؟ البعض يقول إن تمكين التكنولوجيا للحد من التحديات في الاستثمار في القطاع الزراعي أصبح من الحلول الجذرية، وليس هناك يعني من باب أن يكون هذا الطرح مقنعا في حال تم توظيف التكنولوجيا في التنمية الزراعية والاستثمار الزراعي. نحن نقول لا قضية المياه هي مشكلة ولا قضية الملوحة هي مشكلة. ما هي المشكلة إذن؟ هناك تقنيات حديثة متطورة بالإمكان تسخيرها وبالإمكان أن نزرع الأراضي المالحة وحتى وجود شح المياه باستخدام أنظمة الري الحديث، وحتى خبراء التربة والمياه يقولون إذا توفرت المياه والتربة أي كانت المياه جودتها والتربة ليس هناك إشكاليات في إدخال تقنيات لحل كل هذه المشاكل إن كان على مستوى الملوحة أو على مستوى توفر المياه. إذن لا مشكلة في أبدا في نظرنا نحن الملوحة. من خلال تجاربنا ومن خلال كذلك الخبرات التي جلبناها من الخارج نعتقد أن مشكلة المياه إن كانت مالحة أو الأرض مالحة هناك حلول، وعندنا تجارب، هناك أراضي مالحة ومياه مالحة باستخدام التقنيات استطعنا أن نقوم بزراعتها وكان الإنتاج من أفضل الإنتاج. نعم. مهندس حسن، ما هي الضوابط الجديدة؟ نحن في سياق البعد الاقتصادي في الواقع من خلال هذا البرنامج، الضوابط التي تتم أو تنظم طلبات تغيير استعمالات الأراضي في ضوء الأسس التي اعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط بمحافظة شمال الباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الضوابط نشرت معروفة. نعم. تم تحديد نطاقات الزراعية ونطاقات السكنية التجارية وتم العمل بها والإشغال بها. اللي نلاحظه اللي موجود في معانا في شمال الباطنة، أول في طلب كبير، خف الطلب في طلب تغيير استعمالات وطلب هذا. الأكثر طلب هو استعمال الزراعي إلى تجاري ربما، أليس كذلك؟ هو هذا. نعم. والآن أوقف هذا الموضوع؟ يعني في طلب بس ما بالدرجة اللي كنا نتصورها. نعم. هل هو في وجود بدائل أخرى أو إيش بالضبط؟ أو أن السوق تشبع من هذا الموضوع؟ الأستاذ سعد يشير بأن الاستثمار في القطاع الزراعي بسهل الباطنة مجد اقتصاديا، كيف يعني تركزون على هذه الضوابط حتى لا تتحول معظم الأراضي الزراعية إلى أنشطة تجارية، ومعظم هذه الأنشطة ترتبط بالعقار بطبيعة الحال غير انتهى. صحيح. العقار طبعا سوق معروف. نعم. تم تحديد النطاقات الزراعية على مستوى شمال وجنوب الباطنة، فطبعا أوقفنا التخطيط في المناطق هذه. كمان اشتغلنا مع مجلس الأعلى للتخطيط. 30 مترا لكل نطاق حوالي؟ لا نطاق كبير جدا. كبير. نطاق كبير جدا، الخرائط موجودة، فبعض المخططات تم إلغائها بسبب وجودها التي لم يتم اعتمادها بسبب وجودها في النطاقات الزراعية. نعم. مهندس، يعني هل من مواقع جديدة تم تخطيطها للاستثمار للمستثمرين في شمال الباطنة لأن للدفع بقيام مشاريع استثمارية يتطلبها زيادة النشاط التجاري والاقتصادي النامي بشكل متسارع في هذه المحافظة كمجمعات تجارية، كمجمعات، كمراكز للترفيه، أيضا أسواق بلدية، أسواق ترفيهية، مشاريع إنتاجية استهلاكية
أيضا مشاريع زراعية خادمة؟ موجود أراضي كثيرة تم استثمارها طبعا، مخططات جديدة اعتمادها طبعا في نطاقين، يا يعني نطاق شخص يأتينا كمستثمر ويطلب بمساحة كبيرة جدا بحق الانتفاع، بحق الانتفاع وهذه طبعا متوفرة، وفي ناس يطلب من مخططات صغيرة بإقامة مصانع بسيطة أو مصانع متوسطة الحجم، ومثله في نطاق الزراعي أو نسميه نحن الاستثمار الزراعي كدواجن كزراعات أخرى، وهذه موجودة طبعا بحق الانتفاع موجودة. يعني هذه الأراضي متوفرة الآن، جاهزة ومتوفرة. متوفرة في جميع ولايات شمال الباطنة، معظم الولايات. معظم الولايات. نعم. أستثني لوا من هذا النطاق بحكم موقعها كمينة ومنطقة صناعية ومنطقة المساحات. المساحة. نعم. مهندس عبد الله، تطورون حاليا المرحلة السابعة في منطقة صحارى الصناعية، كيف تطرحونها وتسوقونها للمستثمرين لتحريك الميناء والمطار والطلب على فرص العمل؟ نسمع الإجابة بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا. جهد والمشاريع المتوفرة في الولاية تساعد وتشجع الشباب على تأسيس مشاريع ناجحة، وبجهد الجميع وتكاتف الجميع، الجهات المعنية الحكومية والمواطنين أيضا، يشجع أصحاب المشاريع من الاستمرارية والتواصل في نجاح المشاريع التابعة لهم. المنطقة هذه منطقة واعدة بالأعمال، فكل شاب أو كل رجل أعمال يريد يطور من أعماله، كل شاب كل رائد عمل يريد يعمل أعمال، فالمنطقة فيها يعني مجال واسع جدا. لكن بداية يعني دائما نحن ننصح الشباب أنه ما يقفز على طول من طالب جامعة ومن خلص دراسة إلى العمل، يعني يحتاج له مرحلة انتقالية. المرحلة هذه الانتقالية يجب عليه أن يشتغل مثلا مع شخص مشهور أو شخص أو شركة كبيرة على أساس أنه يكسب خبرة لمدة 3 إلى 5 سنوات، بعد ذلك ممكن يتفرغ للعمل الحر. تفرغه للعمل الحر لازم يكون عن رغبة، ولازم يحدد المجال اللي يريد يستثمر فيه ويضع له أهداف معينة يريد يحققها، بدون كذا يكون هو يتخبط كثير. الأعمال التجارية منذ بداية بزوغ فجر النهضة إلى الآن في تقدم مستمر، وخاصة في الآونة الأخيرة في الألفية، بداية الألفين، يعني تقدم كبير وملحوظ في النشاط الاقتصادي، والشباب استفادوا كثير سواء من بنك التنمية أو من صندوق رافد أو من البنوك التجارية الأخرى اللي في الدولة، بحيث أنهم يطوروا مشاريعهم التجارية الموجودة في السلطنة، وكلا حسب مشروعه طبعا. الحكومة حقيقة تمد الاقتصاد في البلد كثير، سواء من ناحية البنوك أو من ناحية الاستشارات الاقتصادية أو من ناحية الورش العمل، كذلك غرف التجارة والصناعة لها دور كبير في تنمية رواد الأعمال. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام نرحب بكم ثانية في برنامج رؤية اقتصادية، وهذه الحلقة التي تأتيكم من محافظة شمال الباطنة وبالتحديد من كلية عمان البحرية الدولية المحاذية لميناء صحار الصناعي. المهندس عبد الله، كنت قد سألتك عن تطور أو تطوير المرحلة السابعة من المنطقة الصناعية في صحار، وكيف الآن تطرحونها للاستثمار والتسهيلات التي يمكن أن تقدم للمستثمر المحلي أولاً وللمستثمر الأجنبي ثانياً في هذه المرحلة؟ نعم، بالنسبة للمرحلة السابعة طبعاً تقدر مساحتها ب 8.5 مليون. من خلال كبيرة. مساحة كبيرة. حالياً طور التطوير 40% من 30 إلى 40% منها خصص للمصانع، والواقع الأسكان بذلت دور كبير في تقديم هذه المساحات. نعم. من خلال استقرائنا للسوق نجد أن السوق أشبع من بعض الصناعات الحالية مثل الصناعات الحديدية، مثل مواد البناء. لذلك طرحنا التركيز أو ركزنا على بعض الصناعات والمجالات المتخصصة التي لاحظنا أن فيها السوق نقص. في السوق، سواء السوق المحلي في شمال الباطنة أو السوق العماني بشكل عام. عليكم بتشجيع القطاع الإنتاج الزراعي والمرتبط بالأمن الغذائي ولفت اهتمام المزارعين وأصحاب الأعمال. بالضبط، من أهم المجالات التي نسوق لها اللي هو الغذاء. نجد نقص شديد في المواد، في الصناعات المواد الغذائية. هناك نقص شديد في الصناعات الدوائية والمجالات الصحية، نقص شديد في المنسوجات، في الصناعات الإلكترونية، في الخدمات اللوجستية مثل المخازن. ومثل ما تعرف المنطقة حاليا في حاجة ملحة بحكم نقل الميناء إلى هذه المنطقة، المنطقة بحاجة كثيرة إلى مستودعات ومخازن. نعم، ربما المنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة ستحل جانب كبير من هذا. تحل يعني بيكون حل جزئي، لكن أحيانا في بعض الصناعات تحتاج إلى الى 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 مخازن في موقع قربها من الميناء. نعم. طيب مهندس، يعني ما هي المشروعات التي ستدخل المنطقة وتخططون أن توفر حوالي 5000 فرصة عمل بحلول 2020؟ مثل ما سبق الحديث عنه أن احنا نركز على بعض الصناعات. هل أمامكم طلبات من هذا النوع؟ نعم، هناك طلبات بالنسبة للأدوية. عندنا مصنعين حاليا قاربا على الانتهاء وسيبدأ الانتاج فيها قريبا. هناك مصنع آخر أدوية قادم تخصص له أرض، سنخصص له أرض قريبا. المصانع الغذائية حاليا في المرحلة السابعة نفسها رغم أنها يعني غير مكتملة الخدمات، موجود مصنعين للمواد الغذائية. في المشاريع أخرى كذلك، المشاريع البلاستيكية موجودة في المرحلة السابعة. نحن عن طريق المديرية العامة للتسويق الموجودة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وكذلك الجهات الأخرى، وزارة التجارة، الهيئات، هيئة الترويج والاستثمار، تروج لمثل هذه الصناعات. في تعاون بيننا وبين هذه الجهات للترويج خاصة لمنطقة الصحراء الصناعية في العجز الموجود في مثل هذه الصناعات. في سياق الترويج والتسويق لهذه الفرص، هل تلتقون مع المزارعين وأصحاب المزارع حتى تقوم استثمارات وتحفزون قيام استثمارات في الإنتاج الزراعي والغذائي؟ والله حاليا لا يوجد هناك لقاء. يفترض أن الجمعية تسعى لإيجاد مستثمرين، وتعقد لقاءات بيننا وبينه. هناك لقاءات بين مثلا بين جمعيات اللي هو النقل في الجمعيات الأخرى، لكن للأسف لا يوجد لقاءات بيننا وبين جمعية التسويق الزراعي. نعم. دكتور علي، غرفة تجارة وصناعة عمان هل لها أن تقوم بهذا الدور، تلتقي بالمزارعين، تؤسس يعني أو يعني تعقد لقاءات حوارية مع المزارعين لسبر الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم الأولويات التي تشير إليها منطقة صحار الصناعية؟ الجانب الغذائي، الأمن الغذائي مهم للغاية الآن. أنا أعتقد أنه يمكن للغرفة أن تلعب هذا الدور من خلال يعني
جمع الأطراف جميعا تحت مظلة واحدة، والإخوة يعني يتحدثون عن الفرص الاستثمارية. أنا حقيقة أؤمن بأنه كما المهندس عندما أشار إلى وجود قطع جاهزة. ينبغي أن لا ننتظر المستثمر أن يأتي، ينبغي أن تكون هذه ما لدينا من فرص نحن نروج ونسوق لها ونسعى إلى إيجاد إلى استقطاب هذا المستثمر، نذهب إليه في أي مكان كان. فأعتقد أن الغرفة يمكن أن تلعب هذا الدور من خلال بعض اللجان المعنية للتسويق لهذه الفرص والجهات التي أشار لها الزميل المهندس. نعم. طيب دكتور، ما هي عوامل النجاح التي تمكن تجربة اقتصاد المحافظات من تدعيم الناتج المحلي، تحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف، وهذا ولنضرب مثالا في محافظة شمال الباطنة؟ أعتقد أن أهم عنصر في هذا الجانب أو في هذا السياق هو عنصر التسهيلات. أنا أعتقد إنه نجاح كثير من الاقتصادات في استقطاب المستثمرين الذين يهربون من مناطق وضع الاستثمار فيها يشكل فيه تعقيدات، هناك كم هائل من الضرائب، هناك كم هائل من التعقيدات البيروقراطية الإدارية الروتين الإجرائي إلى ما هنالك. فبمقدار ما ننجح في خلق هذه التسهيلات التي يمكن لها أن تستقطب المستثمرين، المستثمر بدءا من تفكيره في الاستثمار في أي منطقة في العالم، مرورا بوصوله إلى المطار والمنفذ الحدودي الذي يدخل منه إلى البلد، مرورا بجولة من الإجراءات التي يمكن أن يمر بها. هذه الإجراءات يمكن أن تكون معقدة وتجعل رأس المال يهرب ويبحث عن أماكن أخرى، ويمكن أن تكون هذه الإجراءات ميسرة وسهلة وتكون مرنة بالشكل الذي يستقطب هذا المستثمر ويستقطب رأس المال أن يأتي إلى هذه المنطقة التي تشكل يعني فيها من المزايا ما يمكن أن يكون جاذبا. نعم، ما لا يوجد في غيرها. نعم. وأيضا من النقاط التي تعتبر مهمة تسويق الإجراءات المرنة للاستثمار. صحيح. في هذه الناحية أعتقد الشفافية أيضا عنصر مطلوب، وتسويق هذه الإجراءات. ونحن نتحدث في كثير من الأحيان عن بعض النوافذ، ولكن يعني تبقى في إطار حديثة الإعلان عنها، يعني المستثمر لا يعلم بها أو لا يلمسها في واقع الإجراءات التي يمر بها. نحن نحتاج إلى تسهيل، نحتاج إلى تسويق هذه التسهيلات الموجودة، وأن تكون منافسة لما هو موجود في المحيط وفي الإقليم حقيقة. نعم. طيب شيخ سعد، كم هي النسبة التي تمكنت جمعية مزارع الباطنة من استيعابها من مجمل الإنتاج الزراعي في سهل الباطنة؟ في حقيقة الأمر نسبة إنتاج أعضاء الجمعية الزراعية في محافظة الباطنة هو 65 من إجمالي إنتاج الخضروات على مستوى المحافظة. نعم. 65%. نحن رقم ممتاز. نعم. في قضية الزراعة والاستثمار الزراعي هناك مقومات في المحافظة، ولكن مثل ما تفضل أخي الكريم المهندس، نحن قمنا بزيارة حقيقة عدد من المصانع في المنطقة الصناعية، وحاولنا نروج لبعض منتجاتنا كخامات تؤخذ من قبل هذه المصانع وتصنع، ولكن لم نجد ذلك القبول ولا ذلك التجاوب معنا. حاولنا نحن حتى عن طريق لجنة الأمن الغذائي في غرفة التجارة وصناعة عمان في شمال الباطنة، حاولنا عندما كنا رئيس لهذه اللجنة، حاولنا عدة مرات. الأمر الآخر والأساسي، حتى نريد استثمارات أكبر وبأموال أكبر، كذلك قضية التأمين الزراعي، حتى الآن لا يوجد تأمين زراعي في سلطنة عمان، وهذه من أكبر المشاكل. هل طلبتم هذه الخدمة؟ طلبنا وحاولنا ودخلنا الغرفة في هذا الموضوع. نعم.
والآن الموضوع قائم، إلا أنه 45 عام من النهضة هذا الموضوع تأخر كثيرا كثيرا كثيرا. نعم. تأمين الزراعي. نعم. طيب ذكرتم شيخ ساعد نسبة 65% نعم. من الإنتاج الخضروات نعم. في سهل الباطنة. نعم. 35 المتبقية أين مصدرها؟ هل بأيدي وافدة؟ هل في المزارع التي ما زالت تدار بالأيدي الوافدة؟ لا شك أو تركت؟ لا شك أن هناك نسبة من الآخرين أو من العمالة الغير قانونية في هذه المزارع تدار، ولكن كذلك هناك نسبة أخرى من هذه النسبة تدار من قبل العمانيين اللي هم خارج نطاق الجمعية الزراعية. هذه النسب موجودة والحقائق موجودة، إلا أنه تمكن أعضاء الجمعية أنفسهم من التوسع وكذلك استثمار مزارع أخرى وأخذها من الآخرين. هناك طبعا عدد من المزارع قمنا باستثمارها كانت في أيدي الآخرين، قمنا باستردادها وإقناع أصحابها بتأجيرها لأعضاء الجمعية، وبالتالي سوف تستثمر بطرق علمية حديثة متطورة. ما هي الآلية التي تقنعون بها أصحاب المزارع عند استثماركم لمزرعة ما؟ من ضمن الآلية أن هذه الأرض بهذا الأسلوب الزراعي اللي هو غير علمي من استخدام ما زال أنظمة الري التقليدية وكذلك وضع الأسمدة بهذه الصورة التقليدية، ولو أتينا على هذا المزارع أو صاحب هذه الحيازة وقلنا أن المبالغ التي حصلت عليها مقابل إيجار وأردنا بتلك الأموال إعادة نشاط وحيوية هذه التربة لن تكفي، وبالتالي إذا قمت بتأجيرها لأحد العمانيين الشباب سوف يقوم باستخدامه بالطرق العلمية الحديثة، مما يؤدي إلى بقاء هذه الأرض فترة طويلة من النشاط والحيوية واستمراريتها. نعم. طيب هل درستم إمكانية قيام وحدات إنتاجية صغيرة مثلا أو متوسطة في المزارع كنشاط إنتاجي ربما يحل جزء من المشكلة؟ الآن مواد خام زراعية، قوافل من المواد الخام الزراعية تذهب إلى الأسواق المجاورة، وهذه مشكلة قائمة، ويعني هذا الموضوع حتى يمكن القيمة المضافة ويتحول من مادة خام، تتحول هذه المنتجات من مادة خام إلى صناعات تحويلية مرتبطة بالأمن الغذائي في السلطنة. لا شك هذه المحاولات قائمة، ونحن في السلطنة بشكل عام حقيقة سعينا كجمعية إلى دعم وحدة لعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتبريد. نحن قلنا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال يبقى المواطن أو المستهلك العماني ومن يقيم على هذه الأرض المعطاء أن يأكل منتجات لم تفرز بطريقة علمية صحيحة، ولم تغسل ولم تغسل ولم تدرج بطريقة علمية حتى هذه اللحظة. فنجد أن على سبيل المثال صندوق الطماط به الخضراء والحمراء وإلى آخره، ولكن هناك عمليات تسمى عمليات ما بعد الحصاد، علم مستقل. فنحن طالبنا من 10 سنوات الحكومة بدعم وحدة من هذا النوع لشمال الباطنة، وزارة الزراعة كبنية تحتية لهذا القطاع. نعم. إذا ممكن أعقب أيضا، لاحظت بأنه أثناء بحثي الاقتصاد الزراعي كتخصص في مؤسساتنا الأكاديمية أيضا شبه مغفل عنه، فحقيقة لتحريك هذا العنصر وهذا القطاع الحيوي والهام جدير بأقسام الاقتصاد وكليات الزراعة أن تضمن هذا الجانب في الدراسات الأكاديمية. نعم. نعم. مهندس حسن، اليوم أبناء شمال الباطنة يؤسسون شركة أهلية مدعومة من قبل الحكومة طرحت للاكتتاب العام، كما ذكرنا هي شركة شمال الباطنة الدولية. هل من تسهيلات تحضرونها كمواقع للشركات الأهلية حتى تقف على رجليها كما يقال؟ حقيقة مثل ما قالوا الإخوان صورة ما واضحة بخصوص الشركة نفسها، التسويق نفسه ما واضح بخصوصها. كتسهيلات احنا مستعدين نقدم اي تسهيلات تطلبها الشركة هذه، وخاصة انها مساهمة عامة لجميع ابناء المحافظة. اي نعم. وكمان سوق العقار ترى سوق مثل ما انت عارف، يعني سوق حيوي جدا جدا، ونحن شمال الباطنة تقريبا
في الفترات الماضية في عملية التداول نوصل إلى مستوى نتحدى مسقط في عملية التداول، مثلا الرهن معانا نحن القيمة المتداولة للرهن تثير إلى 2 مليار و900 تزيدون على محافظة مسقط بعض الأحيان. نعم نعم. طيب مهندس، هل انتهيتم من توفير الأراضي لرواد ورائدات الأعمال في ضوء قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الريادة في شمال الباطنة؟ هل انتهيتم؟ حقيقة لم يتم التنسيق في هذا الإطار حول هذا الموضوع، وحقيقة نحن في انتظار المخطط الهيكلي لتنفيذ المخطط الهيكلي لشمال وجنوب الباطنة بعد ما تم تخصيص المناطق اللي هي نسميها النطاقات الزراعية. توقفنا عند هذا الحد وبدينا نشتغل في المخطط الهيكلي. إذا انتهى مخطط الهيكلي تكون الرؤية بالنسبة لنا أوضح، وبالنسبة حتى في تغيير الاستعمالات حتى في الاستثمارات بتكون أوضح وأدق. نعم. معلومات أدق. نعم مهندس عبد الله، يعني ما هو التنسيق القائم بينكم وبين باقي الجهات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تبسيط الإجراءات؟ أنتم في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الأمر أسهل بكثير لديكم. نعم. فيما يتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار، بالنسبة لتبسيط الإجراءات، التعقيد الموجود أو نوع، لا نقول تعقيد يعني كامل، لكن مشكلة المستثمر دورة العمل ما تزال طويلة. أيوة. يذهب إلى وزارة التجارة ثم يذهب إلى وزارة البيئة في عدة جهات. المرسوم السلطاني الأخير الذي صدر في عادة هيكلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في آخر السنة الماضية 2015 أعطى للمؤسسة فسحة أن تأخذ كل الإجراءات مجراها في نطاق المؤسسة، يعني قد تصدر الموافقات البيئية من خلال المؤسسة، قد تصدر حتى التراخيص الصناعية من خلال المؤسسة، فتكون كل الموافقات داخليا في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. وحاليا المؤسسة قائمة على إنشاء اللي هو One Stop Shop في المحطة الواحدة في، وخاصة ستبدأ في منطقة الرصير ومنطقة الصحار، لتكون هذا نافذة للمستثمر، نعم. يخلص كل إجراءاته في مكان واحد وبالسرعة الضرورية. دكتور علي، ما هي الأدوار المترتبة على التعليم، على المنظومة التعليمية لرفع جودة مخرجاته بما يلبي احتياجات سوق العمل في هذه المرحلة المهمة التي عنوانها تنويع مصادر الدخل ورفع أداء وكفاءة القطاعات الإنتاجية وتمكين التكنولوجيا اليوم الحديث عن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمنتج الصناعي؟ اختصار وتكرمت في دقيقة. يعني موضوع التعليم موضوع طويل، وأعتقد أنه الدول التي يعني استطاعت أن تنجح في الصناعة سبق ذلك عناية دقيقة بجودة التعليم وبالاستثمار في التعليم والمورد البشري، والمورد البشري حقيقي. الذي هو الأساس الذي تقوم عليه عملية التنمية. أتذكر كنت وأنا أحضر الحلقة أقرأ في التجربة الصينية أنه الصين تشكل أكثر دولة تبتعث إلى دول العالم الأخرى، ومن أكثر الدول التي تستقطب أساتذة من الجامعات المرموقة إلى مؤسساتها الأكاديمية. هذا يتطلب وجود وفرة في الموازنات التي تخصص لمؤسسات التعليم، شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي وبين المؤسسات الأكاديمية، هذا العنصر الذي يعتبر عنصر التحدي للوصول إلى تعليم تطبيقي يتكامل مع احتياجات سوق العمل. وبالتالي في لجنة التعليم للمقاطعة، هل قدمتم مقترحات في هذا؟ نعم، نحن حاولنا حقيقة في عقدنا عدد من الندوات في هذا السياق، ونحاول الآن صياغة أو بلورة توجه على مستوى محافظة شمال الباطنة لجمع مؤسسات التعليم العالي كلها تحت مظلة واحدة تنسيقية تحاول أن تحاور القطاع الصناعي فيما يرتبط بتنسيق فرص التدريب، تنسيق بعض الجوانب، احتياجات القطاع أيضاً،
كيف يمكن أن نأتي بالقطاع الصناعي إلى المؤسسات الأكاديمية للمشاركة في تقديم بعض الجوانب اللي تعطي دائما القطاع الصناعي يقول أن الطالب غير مؤهل ونحن نحتاج مرة أخرى أن نقوم بتدريبه مرة أخرى. نقول لمعالجة هذه المشكلة ينبغي أن يأتي قطاع التعليم مع قطاع الصناعة ويشاركون في تطوير المناهج بالشكل الذي يصب في مصلحة القطاعين معا ويخرج كفاءات وكوادر قادرة أنها تنطلق بالإنتاجية. نعم. موضوع تمكين المعرفة أنا أعتقد أنه هذا من الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة القادمة. وهناك تجارب ناشئة يعني في المحافظة بشكل عام. التحول التدريجي للاقتصاد المعرفي. نعم دكتور. بلا شك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا الشيخ سعد بن عبد الله الخروصي رئيس مجلس إدارة جمعية مزارعي الباطنة، المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مساعد المدير العام ومدير العمليات بمنطقة صحار الصناعية، الدكتور علي بن حسن اللواتي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار ورئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة، والمهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الباطنة. نشكر ضيوفنا مرة أخرى ونشكركم مشاهدينا الكرام على لطيف متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي قدمناها لحضراتكم من كلية عمان البحرية الدولية المحاذية لميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة. نلتقيكم في محافظة أخرى. في أمان الله.